لقهر المحالي. هلموا دعاة المعالي وسيروا بعزم لقهر المحالي، وكونوا أمام الخطوب أسودا بعزم أكيد وصبر الجبال. تتحدث الدكتورة حول دور التربية الصوفية في مواجهة العولمة، والكلمة للدكتورة، وأيضا الوقت المخصص للمداخلة هو ربع ساعة، كما يمكن للحضور بعد انتهاء المداخلات أن يكون لهم مجال للنقاش والتدخل في المواضيع التي تحدث بها السادة الدكاترة والعلماء. فلتتفضل الدكتورة الكريمة مشكورة. والصلاة والسلام على نور الوجود وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين، وبعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر الجزيل والوفير للسادة المنظمين لهذا المؤتمر المبارك، وشكرنا أيضا موجه لكل أعضاء جمعية المعالي في مختلف الولايات. مداخلتي تأتي تحت عنوان دور التربية الصوفية في مواجهة العولمة المادية وصناعة العولمة الروحية. طبعا سأقتصر يعني تجاوزا للفائض اللفظي وحتى لا نخرج عن مقصد الإيجاز، سأقتصر على عرض بعض صور البحث وليس كل البحث. طيب، مقدمة، نقول تعتبر العولمة من أكبر التحديات المعاصرة لحياة الإنسان المسلم بمختلف مناحيها الفكرية والعقائدية والثقافية والقيمية وغيرها من المناحي، نظرا لما تقوم به من زعزعة للثوابت وانتهاك للخصوصيات وسحق لحضارات وثقافات وقوميات شعوب متعددة لصالح حضارة وقيم وثقافة شعوب أخرى. فأفرز ذلك سطوع شمس النزعة المادية وأفول النزعة الروحية، وتحولت معادلة الإنسان في العالم إلى الإنسان على العالم. في ظل هذه المفارقة ظل أو بات سؤال الأخلاق أو الأخلاق والروحنة سؤالا أساسيا من أجل تجاوز هذا العقم الروحي في والقيمي الذي تعانيه الإنسانية الراهنة. فبالرغم مما تشهده الساحة التربوية من تنوع للمناهج والمنظومات التربوية، غير أن العقم ما زال قائما وخلف وراءه تعددية قيمية لعدة أسباب أهمها زهدها في مكنز الروح. أو السبب الأول قبل زهدها في مكنز الروح، السبب الأول هو قطيعتها عن السماء، الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة إلى اقتراح نموذج تخليقي أساسه الوحي وهدفه الإصلاح ببعديه، الإصلاح الظاهري والإصلاح الباطني أي المادي والروحي. هذا النموذج يمكن أن تمثله بامتياز التربية الصوفية لما تتميز به من روحانية أساسها الهدي المحمدي، ولما تحمله أيضا من قيم جمالية راقية تؤسس للتعايش الإنساني الخلاق المنبني على أساس من المحبة والاحترام والاعتراف بالآخر والتسامح. طيب، ندخل مباشرة في محاور الورقة. أول شيء نتطرق إلى مفهوم العولمة. العولمة المادية هي تبينت المصطلحات لوصف الظاهرة، حيث أن مصطلح نفسه يعاني من اختلافية منهجية في اللغات الأوروبية، فترتب على ذلك استخدام ثلاث اصطلاحات عربية للدلالة على مفهوم globalisation بالفرنسية، وهي العولمة والكوكبة والكونية. فيما يستخدم البعض اصطلاح globalism، إلا أن مصطلح العولمة يبقى هو الأكثر شيوعاً. وكان أول ظهور للعولمة في الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل. فهي إذن مصطلح يعني جعل العالم واحد عالماً واحداً موجهاً توجيهاً واحداً في إطار حضارة واحدة، ولذلك قد يسمى بالكونية أو الكوكبة. ويختلف تعريفها باختلاف المجال الذي تستخدم فيه، وسأوجز فيما يلي ذكر أهم معاني هذا المصطلح. أول شيء، تأتي العولمة بمعنى انضغاط الزمان والمكان، أي تراجع أثر الفواصل المكانية والزمنية، أي المسافات وفروق التوقيت على التعامل الدولي. باء العولمة بمعنى التحرر من القيود، مما يعني النزوع نحو الليبرالية. جيم، العولمة بمعنى الاستعمار والهيمنة، أي ما اصطلح عليه في العالم الثالث بالاستعمار، وهو صورة من صور الإمبريالية الحديثة. العولمة بمعنى التغريب والأمركة،
فهي عملية حركية يتم بواسطتها فرض الهياكل الاجتماعية للحداثة من المنظور الغربي عبر العالم، بما يتضمنه ذلك يتضمن ذلك من مخاطر القضاء على الثقافات الأخرى وعلى حق الشعوب في تقرير مصائرها وحقها في المشاركة في هذه العملية. وهذا ما اختصره الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في مؤتمر البيئة بالأمم المتحدة عام 1992 حين قال إن نمط حياتنا غير قابل للتفاوض، مما يوحي بأن القيم الليبرالية الغربية وكذلك نمط الحياة الأمريكية على وجه التحديد يتعين أن يكون هو المعيار الحاكم في أي نظام دولي، وقد كان له ذلك نسبيا لما وجد يعني الأحضان الدافئة التي تحتضن هذه الأمريكا خاصة للأسف من أصحاب القرار. وبالتالي العولمة تمس مختلف المجالات السياسية والثقافية والاعتقادية والقيمية وغيرها من المجالات الإنسانية، لذلك يمكن تعريفها بأنها انسلاخ عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات الأمة وإلغاء شخصيتها وكيانها ونفي للآخر وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع الإيديولوجي، بل إرادة لاختراق الآخر وسلبه خصوصيته، وبالتالي هو نفيه من العالم. ويختصرها لنا الفيلسوف رجاء جارودي رحمه الله بأنها نظام يمكن الأقوياء من فرض الدكتاتوريات اللا إنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق منهجية العولمة في ترسيخ القيم عندها يعني في تعتمد في منهجيتها نقاط معينة، سأختصرها في أربع نقاط. أول نقطة هي الحرية، بداية من حرية الرأي إلى حرية الممارسة السياسية. ثانيا الكونية، بمعنى تصغير العالم في صورة القرية الكونية فيصبح هو عالم المؤسسات والشبكات العالمية. الإيديولوجيا، وتستخدم العولمة خطابا إيديولوجيا يعبر عن هيمنة القوى الكبرى على بقية العالم، متخذة من شعار البقاء للأقوى منهجا للتعبير عن سياسة هذا التفوق، وتأتي سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا لتصب في هذا السياق. رابعا المنفعة، حيث تسعى العولمة إلى تحقيق أهداف تعود إيجابياتها على البعض دون الآخرين، يعني الأنانية في منتهى تجلياتها. التداعيات الثقافية للعولمة المادية سأختصرها في أربع نقاط ذكرها المفكر طه عبد الرحمن حفظه الله. التداعيات الثقافية عندنا أولا استتباع الثقافي، ثانيا التخريب الثقافي، ثالثا التنميط الثقافي، والتلبيس الأخلاقي. بالنسبة للاستتباع الثقافي، استطاع الإنسان الأوروبي أن يخضع الشعوب المسلمة لسياسات تربوية وتعليمية تعزز استيطانه وسلطانه وتنال من القيم الإيمانية والأخلاقية التي تحملها ثقافات هذه الشعوب، كما تمكن من إنشاء نخبا من أبناء هذه الشعوب تشبعوا بثقافته يعملون على تثبيت الثقافة الأوروبية في أوطانهم. ثانيا التخريب الثقافي يتمثل في مختلف أعمال الإنسان الأوروبي والأمريكي الرامية إلى نصف قيم الثقافة الإسلامية من خلال التشكيك في الثوابت العقدية والتطاول على المقدسات والطعن في الحقائق التاريخية المتعلقة بالحضارة الإسلامية، وخاصة التخويف من الإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا. ثالثا التنميط الثقافي، يسعى الإنسان الغربي لا سيما الأمريكي إلى فرض معاييره الثقافية ونمطه الفكري الخاص على باقي الأمم، وذلك دعما لهيمنته الثقافية في ظل هيمنته الاقتصادية، وهكذا يصير النظام الثقافي العالمي الجديد عبارة عن الخصوصية الثقافية للأمريكان معمما على غيرهم من أمم العالم، مما يفضي حتما إلى تجريد الإنسانية من التنوع الثقافي والتعدد الحضاري اللذين تنبني عليهما الخصوصيات التي تتميز بها هذه الأمم. التلبيس الأخلاقي، ونقصد به أنه الواقع الغربي قام على مبادئ حدثية ثلاث تقطع صلتها بالأسباب الروحية للأخلاق. أولها مبدأ الاشتغال بالإنسان، والمراد به بمفهوم المخالفة ترك الاشتغال بالله. مبدأ التوسع بالعقل، وهو المراد به ترك كل التوسل بالوحي. ثالثا مبدأ اعتبار الدنيا، والمراد به ترك اعتبار الآخرة، وهذا يضرب في مصادر الأخلاق وهي الله والوحي والتعلق بالآخرة. طيب مفهوم العولمة الروحية ماذا أقصد بها؟ يأتي في مصطلح العولمة الروحية مقابلا لمصطلح العولمة المادية. فبقدر ما ترتكز العولمة المادية على الجانب المادي الدنيوي دون أي تأطير خلقي أو ديني مع التهميش التام للجانب الروحي، تأتي يعني أو ترتكز العولمة الروحية على الجانب الروحي القائم على قيم دينية وخلقية دون إهمال الجانب المادي ولا عزله عن الحياة، بل تعطيه حقه مع منح الأولوية للروح باعتبار
أفكارها هي الأصل المكون للقائن، المقوم للكائن الإنساني بجميع ملكاته. فالعولمة الروحية توازن بين مكوني الإنسان المادة والروح، وبقدر ما تسعى العولمة المادية أنانية منها إلى إقصاء الآخر والتمييز العنصري والطبقي، تسعى العولمة الروحية إثارا منها إلى الاعتراف بالآخر والمساواة بين جميع بني الإنسان. مفهوم التربية الصوفية، لن أخوض في مفهوم التصوف، فهو معروف أن مصطلح التصوف المصطلح الأكثر جدلا، يعني حتى اشتقاق المصطلح يفوق 2000 اشتقاق، وهذه مسألة كثيرة الذيول قليلة المحصول، والأولى بالباحثين أن يتوجهوا إلى التجربة الصوفية والاستفادة منها، ولا يحكموا على التصوف كعلم من خلال أدعيائه. فكما يوجد فرق بين الإسلام والمسلمين، يوجد فرق بين التصوف كعلم وبين أدعياء التصوف. فلا نحكم على التصوف كعلم من خلال ما يسمى الآن بالدروشة، أو من خلال ما يمثله الآن أدعياؤه. وبالتالي كل ما سأقوله حول التصوف لا تربطه بما هو في قد يكون في مخيلتك عن الصوفية الموجودون الآن. أنا لا أتكلم عن الصوفية أو أدعياء التصوف، أتكلم على علم التصوف وعلماء التصوف. طيب، التصوف باختصار، يعني حتى أبين الأرضية التي سأنطلق منها، مفهوم التصوف هو تحقيق مقام الإحسان المذكور في حديث جبريل المعروف. عندنا في الدين الإسلامي يقوم على 3 أركان: الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان يمثل العقيدة، الإسلام الفقه والأحكام، والإحسان يمثل الأخلاق أو الجانب الروحي من الإسلام. والابن القيم الجوزية اختصر تعريف التصوف فقال: اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن التصوف أخلاق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفا. ولا أظن أن مسلما يخالفني في هذا المنطلق. تعريف التربية الصوفية ما هي؟ هي جملة من المبادئ المعرفية والقواعد السلوكية التي يسلكها المريد في سيره إلى الله تعالى، وفق مجموعة من الأحوال والمقامات بإشراف شيخ عارف، وليس أي شيخ، بإشراف شيخ عارف. مصطلح عارف واسع جدا، يجب أن يكون مطبقا حافظا لكتاب الله، كما قال الإمام الجنيد السالك رحمه الله: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث فلا يعتد به أو لا يعول عليه. فقلنا يكون بإشراف شيخ عارف يعمل على تصحيح وتصويب فكر المريد وسلوكه ظاهرا وباطنا، مع التركيز على الباطن باعتبار أن التصوف هو علم القلوب، بغية الوصول به إلى الله تعالى والتقرب منه ومعرفته حق المعرفة. هذه المعرفة هي التي ستقوم فيما بعد سلوك الإنسان، وتقوم علاقاته 3: علاقته بنفسه، وعلاقته بربه، وعلاقته بالآخر. الآخر يشمل الإنسان والكون. هلموا هلموا دعاة المعالي، هلموا هلموا دعاة المعالي. الرؤية الصوفية للكون، هذا محور محاور المداخلة، الرؤية الصوفية للكون والإنسان ودورها في مواجهة العولمة المادية. رؤية الصوفية للكون هي رؤية قارئ لكتاب يحكي من خلال آياته عن مكونه، ووسيلة معرفية تعرف بصانعه. يقول بديع زمان سعيد النورسي رحمة الله تعالى عليه: الكون هو شجرة الخلق الكلية، وكتاب الله المنظور المنعكس عن الأسماء الحسنى، المنجذب إلى خالقه بحركة المحبة في سير يفيض بالحياة. يعني هذا التعريف من التعاريف الشاملة الجامعة المانعة، يعني جمع كل التعاريف حول الكون بشكل خاص، هو الرؤية الصوفية للكون. فالكون في النظر الصوفي هو مرآة تتجلى فيها أسماء الله الحسنى، ومنه تؤكد هذه الرؤية على أن كل ما خلقه الله تعالى هو مليح بالأصالة، والقبح منتف عن الكون بالأصالة، لأن الكون هو صورة حسنه تعالى ومظاهر جماله. فالعالم بكل مكوناته وجمال أساسي، عفوا، جمال إلهي. وتتأسس هذه الرؤية على الحديث الوارد في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وقد شرحه شرحا مطولا شيخ الأكبر ابن عربي رحمه الله، وهو شرح راقي جدا يضيق المقام لذكره. فالرؤية الصوفية للكون مثلا: هذا الماء، الصوفي لا يرى أنه ماء يشرب،
فهو الصوفي يرى أن هذا الماء يعكس القيومية، يعكس اسم الله تعالى القيوم، فكل شيء في الكون يقوم على الماء. الشمس ولا الصوفي لا يرى على الشمس أنها لا يرى إلى الشمس أنها قرص أصفر يأتي صباحا ويغيب مساء. الصوفي يرى أن الشمس هذه تعكس الرازقية، تعكس اسم الله تعالى النور، تعكس اسم الله الرزاق. الأم الحنون هي ليست كائنا تؤدي وظيفتها الوجودية، الأم في الرؤية الصوفية حنان الأم هو يعكس اسم الله تعالى الرحمن، يعكس اسمه الرحيم. المعلومات هي تجلي لاسمه العليم، المقدورات تجلي لاسمه القدير، وقس على ذلك بقية الأسماء. فالصوفي لا يرى شيئا في الكون إلا ويرى الله تعالى متجليا بأسمائه. وعلى هذا المنطلق وعليه تتأسس التربية الصوفية على توثيق الصلة بالأسماء الحسنى وتخليق السالك بالصفات الإلهية على قدر الطاقة البشرية طبعا. فلا تخلو الأوراد اليومية لجل الطرق الصوفية من الذكر بالأسماء الحسنى اقتداء بأكمل نموذج لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في خلقه قرآن يمشي. والقرآن معروف أن الآيات آيات الأخلاق أكثر بكثير من آيات الأحكام، مما يدل على أن هذا الكتاب جاء أنزل ليربي الإنسان أكثر مما يأمره، حتى في أمره يربطه بالأخلاق. فكل العبادات لها بعد خلقي، مثلا الحج يقول لك لا رفث ولا فسوق في الحج، الصلاة من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، الزكاة إذا تصدقت لا يجب أن لا تتبع بالمن والأذى، الصيام من سابك في رمضان فقل إني صائم. فكل حتى الله عز وجل في أمره يربط ذلك الأمر ببعد خلقي، مما يدل على أن الأخلاق متغلغلة في جميع مناحي الحياة الإنسان المسلم. بناء على هذه الرؤية فإن الإنسان المسلم أو الإنسان الصوفي بشكل خاص يحرم على نفسه الإفساد في الكون، لأنه يؤمن جازما بأن الإفساد في الكون هو إفساد في تجليات الله تعالى، ولأنه يؤمن أيضا بأن الكون كله مسبح لخالقه، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. فنظرة الصوفي إلى الكون هي نظرة جمالية تعكس ذلك الجمال الباطني الذي يعيشه ضمن ممارسته الإحسانية، فهو ينظر إلى الجميل بنظرة الجمال ويتعامل مع القبيح بمنطق الإصلاح لا بنظر الإقصاء والكراهية والاحتقار. وهذا ما نحتاجه اليوم في مجتمعاتنا لخوض دروب الإنماء والتقدم وفق ما يفرضه عصر العولمة. هذا المعنى عبر عنه الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه قائلا أنه لا يصح ولا يستقيم لمن فتح الله عين بصيرته وأراه قيام القيومية في كل ذرة من ذرات الوجود أن يهجر شيئا من المخلوقات بأن يحتقره ويزدريه ويجعله كالشيء اللقى، فإن هذا لا يصح من عارف مشاهد كان ما كان ذلك المخلوق حيوانا أو غيره وعلى أي دين كان. وإذا كان العالم في الفكر الصوفي هو تجلي لأسماء الله الحسنى، فإن الإنسان أو بالتعبير الصوفي الإنسان الأكمل الكامل هو أكمل تجلي للأسماء الحسنى. فهناك أسماء تتجلى في الكون لكن أو تتجلى في الإنسان لكن لا يمكن أن تتجلى في الكون، مثلا الغفور الإنسان هو الذي يذنب ويغفر الله تعالى له، هنا يتجلى أو يتعين الاسم الإلهي، أما في الكون فلا يمكن أن نجد اسم الغفور في الكون. وبالتالي الإنسان الكامل هو البؤرة التي تتجلى فيها جميع أسماء الله الحسنى في أكمل تجلياتها. والوظيفة الوجودية للإنسان في الفكر الصوفي هي الخلافة، ولكي يحقق الإنسان هذه الوظيفة يتعين عليه أن يكون متخلقا بأخلاق من استخلفه، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله، متحققا بصفاته طبعا على قدر الطاقة البشرية، فيتحقق باسمه تعالى الرحمن فيكون رحمة تمشي بين الخلق، ويتخلق باسمه السلام فيكون لمجتمعه أداة سلم وأمان ومصدر سلامة واطمئنان. وإذا كان من مفاهيم السلام هو سلامة من النقص والعيب، فإن الصوفية يجتهد في تطهير نفسه وتكميلها والعمل على ترقيتها، ويتخلق باسمه تعالى الواسع فيتسع لجميع الخلق بارهم وفاجرهم مؤيدهم ومخالفهم وغير ذلك، فيتقبل الآخر ويحترم ومهما كان ولا يلغيه لمجرد اختلافه. وقس على ذلك بقية الأسماء الحسنى والصفات وكيف تفعل فعلها في الإنسان، ومن هنا تتأسس مبادئ الإحسان والمحبة والتسامح انطلاقا من مقولة الرحمانية، أي حضور الرحمن في كل صفحات الوجود.
تأسيسا على هذه الرؤية كان جواب الأمير عبد القادر الجزائري للأسقف بافي الذي رسله شاكرا صنيعه بالمسيحيين في الفتنة المعروفة سنة 1860 في دمشق التي قامت بين المسيحيين المارون وبين الدروز التي كادت أن تفتك بالعالم وتدخله في حرب صليبية أخرى. فلما رسله الأسقف بافي شاكرا صنيعه ماذا قال الأمير عبد القادر؟ قال: ما فعلناه من خير للمسيحيين ما هو إلا تطبيق لشرع الإسلام واحترام لحقوق الإنسان، لأن كل الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. إن كل الأديان من آدم إلى محمد عليهما السلام تعتمد على مبدأين: تعظيم الله جل جلاله والرحمة بمخلوقاته، وما عدا ذلك فهي فرعيات، والشريعة المحمدية من بين كل الشرائع هي التي تعطي أكبر أهمية للاحترام والرحمة والرأفة وكل ما يعزز التآلف وينبذ التخالف، لكن المنتسبين للدين المحمدي ضيعوه فأضلهم الله فجزاؤهم من جنس عمله. هذا الخطاب الأميري يتأصل بالقول الإلهي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالخطاب الصوفي يسمح بقراءة النصوص في اتجاه إنساني كوني، ويسعى إلى صناعة حياة تهدف إلى التوافق دون إقصاء لأحد، ويبني الإنسان الصوفي الذي لا يكره أحدا لأنه تحقق بالتوافق مع ذاته وارتقى إلى الاندماج مع الآخر. ويختصر هذا المعنى شيخ الأكبر ابن عربي رحمه الله بقوله: لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق ولا تحتقر مخلوقا ما دام الله قد صنعه. بالتالي هذا الفكر المحب والرحيم والمنفتح على الآخر والمحترم لخصوصياته وهويته هو من مقتضيات العولمة الروحية. لذا نزعم أنه لن يتأتى استقرار لمجتمع الدول إلا باعتماد عولمة الأخلاق التي تجسدها بامتياز التربية الصوفية تأسيسا على أخلاق القرآن والسنة. ولكي يعني نتمكن من تدجين العولمة المادية التي تقوم أساسا على إقصاء الآخر وتهميشه. سأختصر المحور الأخير حول قيم المحبة والتعايش في الفكر الصوفي ودورها في مواجهة العولمة المادية. معروف أن التصوف يقوم أساسا على مبدأ أو قيمة المحبة، بل هي أول مقام من مقامات السير إلى الله، مقام المحبة، وهي في الرؤية الصوفية هي أصل الوجود. فالله عز وجل خلق الوجود حبا في تجلي أسمائه في هذا الوجود. وهذا المعنى العميق لو فهمته الإنسانية اليوم نتجاوزت به يعني هذا الواقع البائس الذي تغمره مختلف صور الكراهية التي تسحق كل مقومات المحبة. وإذا ترسخت قيمة المحبة في سلوك المريد فإنه سيتعايش مع الجميع، لأن قيمة التعايش هي نتيجة آلية لقيمة المحبة. ومن هنا يصير التنوع في النظر الصوفي يشكل الوحدة، وهي الوحدة وهي حالة اجتماعية ناضجة تعبر عن التجانس والتعايش بين مكونات الناس. طيب، هناك نقاط مهمة لكن سأتجاوزها حتى يعني اتمارا بالرسالة هذه. أقول أن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى تجديد جذري يكون الأصل فيه تجديد الإنسان، والأصل في تجديد الإنسان هو تجديد الروح. ولذلك تحرص التربية الصوفية من خلال الممارسة التخليقية على إعادة صياغة الإنسان من خلال إحياء الروح فيه وليستعيد دوره الرسالي المفقود. ومن هنا نزعم أن الإسلام ببعده الروحي والأخلاقي نموذج عملي وحياتي مسهم في العيش المشترك ومؤسس للسلم الحضاري على أساس من المحبة والوئام والسلام، وهو بهذه الأسس قادر على عولمة الأخلاق وكفيل بإعادة روحنة الإنسانية في هذا الزمن الذي انخرط فيه يعني حبل الاتصال بين الإنسان وخالقه وانفرط عقد الوئام والمحبة بين الناس. خاتمة: مبادئ العولمة المادية قد أنزلت الإنسان للأسف من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين، فصار الإنسان في العالم آلة ثم سلعة ثم معلومة. فالعولمة المادية أساسها تخفيض الوجود الإنساني، وهي بخلاف ما تدعيه لا تقيم حوارا جادا بين الثقافات ولا تفاعلا حقيقيا بين السياسات ولا تكاملا عادلا بين الاقتصادات، وإنما تمارس في بلوغ غايتها التنميطية ظروفا من العنف الجلي والخفي. حولت العالم على تنوع آلياته إلى متجر واحد بلا قيود، وحولت الإنسان على سمو تطلعاته إلى مستهلك طيع بلا حدود. وفي مقابل هذه الانتهاكات تقوم العولمة المادية
التي تقوم بها العولمة المادية، نجد أن العولمة الروحية تتأسس على قيمة الاعتراف بالآخر وفق الحد الأدنى من المشتركات واحترامه كحامل للمعنى الإلهي، وتدعو إلى الحوار والتكامل تأسيسا على قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآيات. تبين لنا أيضا أن التربية الصوفية من خلال رؤيتها المعرفية للوجود والكون والإنسان كيف تعمل على بناء الإنسان كامل حسب التعبير الصوفي الجدير بالأمانة الإلهية، وهي الخلافة التي أبت السماوات والأرض أن تحملها وحملها الإنسان، وهذا ما يساهم في إحياء النفخة الإلهية التي بداخله متمثلة في الروح وتحريرها من سجن المادة وهو الجسد، وبهذا تنتصر العولمة الروحية الإحسانية على العولمة المادية الأنانية. عندي مقترحين لو بقي وقت في نصف دقيقة، المقترحين يعني أساهم بهم من خلال هذه الورقة. أولا، عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات المباركة وتخصيص جزء هام منها للخطاب الصوفي، لأنه يعاني التهميش للأسف، من أجل إعادة إحياء هذا الخطاب الصوفي المعتدل بين قوسين المعتدل، وتوسيع سياقات تداوله، ومن أجل توقيف مد الخطابات المتعصبة الدخيلة على مجتمعاتنا. ثانيا، العمل على تصويب الرؤية السائدة حول التصوف من أنه مجرد تشجيع للاستقالة الطوعية المتشرعة من الواقع، وبحث إهمال القيام بإصلاح أوضاع الأمة، ويكون ذلك بإبراز ما يكتنفه هذا المجال من مقومات تربوية ونهضوية كفيلة ببناء الإنسان المنشود. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء، وأعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلموا هلموا دعاة المعالي، وسيروا بعزم لقهر المحال. هلموا هلموا دعاة المعالي، وسيروا بعزم لقهر المحال. وكونوا أمام الخطوب أسودا بعزم أكيد وصبر الجبال. وكونوا